بص يا جماعه، احنا لقينا الناس كلها بتصور الصبح فقلنا نصور بالليل. انا عايز اتكلم في حاجه برضو ليها علاقه بالانجلش. ناس كتير قوي بتغلط في استخدام ان وان وات في استخدامها في الوقت. يعني لو عايز اقول مثلا في يناير، في ناس كتير قوي بتقول at January او on January، لا هي المفروض in January. فخلينا نقول مثلا الحاجه الحلوه دي in on at شهور ايام ساعات، in on at شهور ايام ساعات. لا احنا نحطها في الجمله. فيلا in on at شهور ايام ساعات.